قال صفوني. قلت إنه 1000 رجل تلخص في رجل واحد. أي جانب من جوانب علي نتحدث لك عن شجاعته، عن تقواه، عن عطائه، عن كرمه، عن ماذا أتحدث؟ كل جانب من جوانب علي كتاب، كل جانب من جوانب علي حضارة. عن أي جانب أتحدث؟ قال أهم ما تميز به. قلت اسمع، الإيمان، الإيمان بالله أمر متروك للجميع. بدأ الإمام علي بالإيمان. بعضهم يقول إنه أول من آمن، هل كفر حتى يؤمن؟ ولد علي مؤمنا، ولد في الكعبة، كان مؤمنا من عالم الأشباح والأظل، من عالم الذر. المهم تميز بالتحديد الهدف الآخر، ما كان يريد الدنيا. في أي خطوة من خطواته كانت الآخرة نصب عيني. ألا صعد على المنبر، لولا التقى لكنت أدهى العرب، والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ودوني حائل من تقوى الله. صعد على المنبر وقد اضطربت عليه الأمور، قال والله إني أعلم بدائكم ودوائكم، ولكن هيهات أن أصلحكم بخراب نفسي. أنا أريد الآخرة، أريد الجنة، أصلحكم بخراب نفسي، هيهات. الإيمان بالله. طفل صغير عمره 10 سنوات يقف مع النبي يصلي، فيقول له صناديد قريش: يا علي، هل استشرت أباك حينما صليت مع محمد؟ هل استشرت أباك؟ قال: وهل استشار الله أبي حينما خلقني حتى أستشير أبي حينما أعبده؟ ولد في الكعبة، قتل في المحراب، وظل هذا هو المحور الذي يدور فيها في حياته كلها، الإيمان بالله. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني وأنا منك، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. لم يفعل كما يفعل كثيرون، يبدأون مؤمنين ويموتون منافقين. لم يفعل مثل ما يفعل كثيرون، يرفعون شعار الدفاع عن مصالح الناس ثم ينتهون مصاصي دماء الناس. ولد في الكعبة وقتل في المحراب، وظل يدور بين الكعبة وبين المحراب.